أرض فضاء، كيف ممكن تتحول إلى ضاحية سدائي؟ هنا مجتمع قمر خيال، عروس البحر الأحمر جدا، هنا ضاحية الجوهرة. الساحل الشرقي أكبر مناطق المملكة، البلاطة كانت ثلاث طبقات، طباعة ثلاثية الأبعاد، مسمى جديد بالمناسبة كلياً أني أبني بطابعة. استغرقت عملية البناء حوالي 6 أشهر. يشوف الجوانب الحياة في الضاحية. ما بعد شفنا أي شيء. وقف الوقت، بس شهادتك مجروحة مهندس. لا أبداً ما هي مجروحة. وقف الوقت سوا. صناع العقار، الأحد الساعة 10:30 مساء على خليجية